اتكلم زي ما انت عاوز وانا ما غلطتش فيك، انا اتكلمت بس على حاجه شفتها. تعليق ناري من نجم الاهلي السابق ابراهيم سعيد على ازمه تصريحات عصام الحضري. يا ترى ايه الحكايه؟ جدل كبير الايام اللي فاتت بعد تصريحات عصام الحضري المثيره اللي كشف فيها مفاجات عن ازمته في الاهلي اللي موجوده لحد دلوقتي بعد قصه احترافه. لكن المفاجاه كانت في تعليق ابراهيم سعيد نجم الاهلي على ازمه تصريحات الحضري. هنا ابراهيم سعيد قال في تعليقه: انا وصلني كلام من الكابتن عصام الحضري زعل. انا والله يا كابتن عصام قدرتك جدا واتكلمت على حاجه انا شفتها في الشارع، ان في ناس بتحبك، انت ليك كل التقدير والاحترام وليك وجهه نظر وانا ليا وجهه نظري، انا ما غلطتش فيه. انا اتكلمت بمحبه الناس ورسائل الناس والناس اللي بتحبك، وفعلا في ناس بتحبك، ولو انت زعلان مني انا ما غلطتش فيك، بالعكس من اخ صغير بقول لك ما تخليش حد يزعل منك، لان انا عارف ان تاريخك كبير وفي ناس كتير بتحبك، فدي كانت وجهه نظري، لو مش عايز تسمعها اطلع اتكلم زي ما انت عايز. انا اتكلمت امبارح عن عصام الحضري كمحبه. مش بس ابراهيم سعيد اللي اتكلم عن قصه تصريحات الحضري، لكن ميدو نجم الزمالك السابق كمان كان ليه تعليق على ازمه تصريحات الحضري اللي قال فيها انه زعلان من ميدو بسبب انتقاده ليه انتقادات ظالمه بعد رحيله عن منتخب مصر الاولمبي لارضاء اصدقائه في مجلس اداره الاتحاد المصري. الحضري كمان قال وقتها: انا كنت قائد لمنتخب مصر في وجود ميدو وكنت بدعمه، ولم اتوقع منه هذا الهجوم دون معرفة الحقيقة وكواليس انضمامي لتدريب حراس منتخب سوريا. هنا علق ميدو قال إن الأسطورة لا يقول على نفسه هذا اللقب مثلما يفعل الحضري. كلنا نعلم أنه كان أسطورة كحارس مرمى وأعطى لمنتخب مصر الكثير، لكن الأسطورة الحقيقية يكون بتصرفاته داخل وخارج الملعب. يجب على الحضري العمل بشكل أكبر بدلا من الحديث الدائم عن إنجازاته الماضية. الساعات اللي فاتت كان في تصريحات صادمة للحضري اتكلم فيها عن كواليس رحيله من الأهلي، وقال: قلت إن تعاقد الأهلي مع كهربا وعاشور ضد مبادئ النادي رغم انهم اصدقائي. اذا كان تعاقد الاهلي مع امام وكهرباء احترافا يبقى رمضان صبحي يرجع ونرجع، واذا كنت ستطبق المبادئ والقيم فهناك اكثر من لاعب لم يدخلوا النادي. مبادئ الاهلي لم تتجزا ايام صالح سليم وثابت البطل. عندما اخطئ لا يتقبل اعتذاري، لكن عندما يكون اعتذاري مقبول ينتهي الامر. ولا تقولون خرج واعتذر في برنامج، هو اعتذر في برنامج فكاهي، ولانه على مزاجك فتقبلت الاعتذار، ولم يعد هناك مبادئ وقيم وعاطفة. قلت قبل كده لو عاد بالزمن لن أترك الأهلي لإحتراف في سيون السويسري، وهفضل أقول كده وأنا معرفش الغيب، لكن كحضري مش هسعى للعودة للنادي الأهلي حاليا، وأعمل الآن مع منتخبات فقط.